تلتف كافة فئات الشعب المصري وطوائفه خلف قيادتها السياسية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني الشقيق. وكان لفناني مصر موقفهم الرافض لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لتكون قوة مصر الناعمة أحد وسائل التنديد بتداعيات القضية الفلسطينية. جاءت قمة القاهرة للسلام مكللة لجهود الدولة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر التاريخ على مختلف الأصعدة وجميع المستويات. إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين. ولعبت القوة الناعمة المصرية دورا مهما في دعم القضية الفلسطينية، حيث انتفض فنان مصر منذ اللحظة الأولى لوقوع المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ونظم فنان مصر وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة، تحولت إلى مؤتمر يعبر عن غضبهم ويطالب العالم بالوقوف مع الأبرياء ضد حرب الإبادة التي يتعرضون لها في الأراضي المحتلة، رافضين فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على القضية الفلسطينية تماما، ومؤيدين موقف الدولة الذي يدعو للحفاظ على فلسطين وأراضيها وقضيتها. فنان ومثقفي قلبي ودمي مع فلسطين. فنان ومثقفي قلبي ودمي مع فلسطين. كما أغلقت المهرجانات المصرية أبوابها رافضة إطلاق دوراتها الجديدة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، فبدأت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي تم الإعلان عن إلغاء دورته هذا العام، وألغى مهرجان الجونة السينمائي دورته السادسة قبل انطلاقها بساعات متضامنا مع ما يحدث في غزة، بل وتبرعت إدارته ب5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري كمساعدات للفلسطينيين تضامنا معهم وتعاطفا مع أهل غزة. وقام مهرجان الموسيقى العربية بتأجيل دورته الجديدة حتى إشعار آخر، وعبر فنان مصر عن احتجاجهم بوقف تصوير أعمالهم تضامنا مع الأشقاء في فلسطين. كانت السينما المصرية في طليعة قوة مصر الناعمة للتعبير عن القضية الفلسطينية وتقديمها للعالم، مثل أفلام الناصر صلاح الدين، باب الشمس، ناجي العلي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، أصحاب ولا بزنس، وغيرها من الأعمال الفنية. بل وشارك العديد من فنان مصر في الوقفة التضامنية التي تمت الدعوة إليها عند النصب التذكاري بمدينة نصر بالقاهرة، تعبيرا عن رفضهم لما يحدث من اعتداءات وحشية وقصف للأطفال والنساء والمستشفيات في قطاع غزة. ولصالح الهلال الأحمر المصري تبرع الكثير من الفنانين دعما للأشقاء الفلسطينيين، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا دعمت فيه قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، واستنكرت الاعتداء الغاشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، لتظل قوة مصر الناعمة قادرة على إيصال صوت الحق إلى شتى أرجاء العالم.